صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أشراط الساعة ارتفاع العلم وانتشار الجهل، ويقول أحد المعاصرين إن في هذا العصر ارتفع العلم وانتشر الجهل، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا دليل على جهله هو، يعني ما هو المقصود بالعلم علم الصناعة والاختراعات، هذا علم دنيوي، ولا هو العلم المقصود في الحديث والقرآن. العلم المقصود هو العلم الشرعي، هذا المقصود من الحديث. أنت إذا صرت تحسن الصناعة والهندسة، ولا تحسن تصلي وأنت ما تعلمت، تحسن الزكي، تحسن، لا، المقصود بالعلم الشرعي الذي تعرف به دينك كيف تعبد ربك. قد يكون أنه ماهر في الصناعة وفي العلم الدنيوي لكنه ملحد أو جاهل لا يعلم أمور دينه. نعم.